كذلك الصلاة على الكرسي في الطيارة، ودام الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يصلي في الطيارة على الكرسي مثلا، وهذا خطأ. يعني الإنسان إذا كان يقدر يصلي قبل ما يركب الطيارة يصلي قبل ما يركب الطيارة، يقدر يصلي عقب ما يوصل يصلي عقب ما يوصل، لكن إذا كان الوقت وقت الصلاة يدخل ويخرج وهو في الطائرة، يعني لازم يصلي داخل الطائرة، فهنا أيضا يصلي هو واقف، ما يصلي هو قاعد، يصلي وراء يصلي قدام، المهم إنه يصلي هو واقف. لو قدر إن ما في مكان، الطيارة ضيجة ولا ما سمحوا اللي يكون طيب، إن ما في مجال يوقف، يوقف مكان كرسيه يوقف، هو ما هو عاجز عن القيام، عاجز مثلا عن السجود، يسقط السجود ما يسقط القيام، ما يصير اصلي على الكرسي في الطياره وانا ما فيني الا الخير، اركض وامشي وهذا، شلون اصلي وانا قاعد على الكرسي؟ اوقف مكاني وانا بالطياره، اوقف مكاني واكبر واستقبل القبله ايضا، اذا كانت القبله عن يمين التفت يمين، كانت القبله على يسار التفت يسار، كانت القبله وراي التفت وراي، وصلي واستقبل. يعني في اشياء تسقط في اشياء ما تسقط، مو على كل حال بس بالطياره خلاص صلي على الكرسي، بغض النظر على الجبله بغض النظر على القيام، لا، الذي يسقط هو ما يعجز الانسان عنه، هذا الذي يسقط. فاذا كنا في الطائره مضطرين ان نصلي في الطائره، استقبل القبله، طبعا اتوضا اكيد، استقبل القبله ثم اقف اصلي وانا واقف، ولا تستحي من الناس شو يقولون عني الناس، وش يقول عنك الله سبحانه وتعالى، يعني استحي من الناس ما استحي من الله سبحانه وتعالى، ما يجوز. خلي يقول اصلي ادي عبادتي انا، ما علي من الناس، فانا استقبل القبلة حتى لو كانت القبلة عن يمين، التفت يمين وقفت وكبرت وطالع الدريشة هالصوب هذا، واذا ركعت جا وقت سجود جلست على الكرسي وعلى جنب، يعني قدر المستطاع. يعني الذي يقصده ان الذي يسقط هو الذي نعجز عنه، بس الذي لا نعجز عنه لا يسقط، الذي لا نعجز عنه لا يسقط، وإنما يسقط ما نعجز عنه.